عليكم ورحمة الله. بعرف ليس جين سابق 2010 دابا. واش نعمل المشكل ديالك؟ المشكل تعنا أوراقنا لإعادة إجماع السجانة، وتعنا المجلس البلدي، وتعنا الولاية. وهاد الناس كنطالبو بحقوق ديالنا اللي عطانا سيدنا الله ينصرو. حنا دابا حتى المجلس البلدي ملي كانوا كيهدو الحوانت راه حنا راه تكيتينا فيهم من 2008، من 83 وانا كنت عليهم حتى 2008. هاديك حنا على الوالي، ولكن مازال ما عيط علينا مساعدة عند الوالي. هادي ديالي عادة ديما السجانة، هي مازال ما ديناها 2000. دابا هاد الناس كنطالبو بالحقوق ديالنا، هاد الناس المسؤولين كنتظروا منهم الله يجازيهم بخير يشوفوا من حال هاد الشيء البلاصه ديالنا اللي وصلوا عندهم من 2010 الى 2020. انا دابا الناس اللي كنا اللي كانوا معنا تما راه ما بقاوش تما، دابا ولينا متابعين مع الناس اخرين بحال حنا الله ولينا جداد. وهاد الوراق هادو من 2010 الى 2020 راه واحد العده طويله. عندنا جاوها ولا 89 ولا 83 ولا 82 جاو قضاو الغرض. اذا علاش غادي يقبلوا الناس هاد الغرض هذا؟ خذوا خصك خذوا بعدا الناس الاولين عاد يقبلوا الناس اللي من وراهم. واش ولد 89 هو 52 سنه و 53 سنه و 51 سنه يدوا يجيبوا فينا حنا ردونا دراري صغار. الا كانوا هاد المسؤولين هنا فقالي خص يبانوا لينا هاد المسؤولين، خص يعيطوا علينا ولاو مستعدين لاي حاجه معاهم. هاد الناس حنا مستعدين اللي داروها معنا، حنا مستعدين نخرجوا معاهم. ولكن باش هاد الناس يشدونا الدواسه ويردموهم راه ما كاين ماشي معقول هذا. خص الناس يهزوا لهم الدواسه ديالهم ويتابعوهم بالحقوق ديالهم. علاش حنا غادي يخبوا لينا الدواسه ويدونا ويجيبونا؟ انا راه مدة 10 سنين راه ما كيبغى يموت وحيا اللي بغى يحيا. انا ملي كنت بصحتي دابا وليت اونديكابي، دابا اونديكابي انا باش غادي تنفعني؟ انا هذه يدي لا تقطع راه واقفه على القطيع، اش غادي انا تنفعني؟ راه يدوها وما يقطعها يدوها عندهم الى تقطع عليا انا الرزق من عندهم خصك تعود هاد اليد. هاد الناس راه حشومه عليهم هادشي اللي كيديروا. والمجلس البلدي عاود ثاني راه واحد العدد ديال الرؤساء اللي دازوا وتعنا لهم الملفات لدابا من 83 لدابا. حنا راه ولاد كاليرو ما استفدنا فيه، وجاو الناس بالمقابل سوق الحد الناس كنعرفوهم حنا بالمقابل. يجوا هاد المسؤولين يتحاوروا معنا وندوهم حنا. انا غنوريهم المسؤولين ديال السوق، نوريهم الناس اللي هما كانوا تما، وعندي انا التصاور ديال السوق وعندي الحريفيه. انا شديهم الناس كشهود اللي هما مستافدين معايا تما شدوا المحلات. انا راه ما شديت شي محل، ما شديت ساكا الاقتصادي، ما شديت الاستفاده ديال السوق، ما شديت الاستفاده ديال الرعايات اللاحقه لاعداد ادماء السجانه. حنا كنضربوا واحد 89 89 حنا هادشي ما درنا فيه والو، ما درنا والو. حنا كنمشيو كندوزو العقوبه كنخرجوا النهار جا سيدنا الله ينصرو راه عدا المهمه وعدا واحد التمكين لجميع السجناء المغاربه، وما خلى شي سجن في المغرب ما كان فيه ولا المساجن اللي هما مثلا اللي هما غادي يستافدوا راه استافدوا. وحنا راه بقينا من الناس الاولين اللي استافدوا معانا جاو في الاخر. واش غادي يخلوا الاول وغادي يعطوا الاخر؟